بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هناخد ريفيجن أوسبي بتاع البي سي آر. أول حاجة عندنا في ريفيجن بتاع الأوسبي هناخد اللي هو الهارت. عايزين نعرف الاكسترنال فيتشر، تلات حاجات هنا، تلات تشامبرز موجودين. ده اسمه رايت اتريم يا ولاد، وده اسمه رايت فنتريكل، وده ليفت فنتريكل. يبقى عندنا ده اسمه رايت اتريم، وده اسمه رايت فنتريكل، وده اسمه ليفت فنتريكل. خدوا بالكم ده الاي بيكس بتاع الهارت، والحتتين البرزتين دول اسمهم اوريكل. يبقى دي اسمها رايت اوريكل، والحته دي اسمها ليفت اوريكل. يبقى رايت اتريم، رايت فنتريكل، ليفت فنتريكل، وتو اوريكل. هتلاقي في عندي 3 ارتريز كبار، ده اسمه السوبيريور فينا كافا، وده اسمه اسيندنج اورتا. طبعا لما بقى هنا موجود بقى محترم اسمه ارش اوف اورتا، وده اسمه بالمونري ترانك. يبقى عندنا السوبيريور فينا كافا، اسيندنج اورتا، شويه بقى اسمه الارش اوف اورتا، وده اسمه بالمونري ترانك. والارش اوف اورتا ادى ال 3 برانشز بتوعه، ده بيطلقوا عليه كلمه بريكيوسيفاليك، ده ليفت كومن كاروتيد، ده ليفت ساب كليفيان ارتري. يبقى باختصار رايت اتريام، رايت فنتريكل، ليفت فنتريكل، التو اوريكل، سوبر فينا كافا، الاورتا، البالمونري ترانك. خدوا بالكم ده رايت ورايت يا ولاد، ما بينهم في رايت، شايفين الارتري ده اسمه رايت كوروناري، شايفين؟ يبقى بين الرايت والرايت، بين الرايت اتريام ورايت فنتريكل في ارتري اسمه رايت كوروناري ارتري. هنا يا ولاد بين الفنتريكل، بين الفنتريكل ارتري اسمه LAG left anterior descending، او اسمه تاني anterior interventricular artery. يبقى between the two ventricles يا ولاد ال LAG، بين ال right to right، بين ال right atrium و right ventricle في artery اسمه right coronary. لو احنا جايين نبص كده من ورا، هنبص من ورا يا ولاد كده، شايفين ده left 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 atrium وده left ventricle، ما بينهم في sinus موجودة اسمها coronary sinus. يبقى بين الليفت والليفت، بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل في ساينس موجوده اسمها ايه؟ كوروناري ساينس. هنا بقى هنبتدي ندخل نبص على الهارت من جوه. كده انا بقى فتحت يا اولاد اللي هو الرايت فنتركل من جوه. الحته اللي هي ترابيكليتد دي اسمها ماسكيلاي بيكتينيتش، دي اسمها ايه؟ ماسكيلاي بيكتينيتش. وفي ديبريشن موجود هنا شايفينها اسمها فوس اوفاليس. يبقى دي اسمها ماسكيلاي بيكتينيتش وده فوس اوفاليس. اي هنا اورفيس موجوده، ترايكاسبيد اورفيس، وهنفتح دلوقتي الفنتركل وهنبص عليه. بصوا كده يا اولاد بقى، لو احنا جينا فتحنا ادي الرايت فنتركل وده ليفت فنتركل، شايفين الرايت فنتركل رفيع ازاي والليفت فنتركل تخين ازاي؟ ده اللي هو الفنتركل اللي موجود عندي. هلاقي في عندي في بروجيكشن موجوده اسمها بابيلاري ماسل، شايفين دي اسمها بابيلاري ماسل. الخيوط اللي اتاتشد ليها اسمها كوردي تنديني باللون الابيض. يبقى دي اسمها بابيلاري ماسلز، والخيوط دي اسمها ايه؟ كوردي تنديني. والاقي في موجود عندي في الرايت فنتريكل ومش موجود في الليفت فنتريكل، البتاع اللي باللون الاسود دي اسمها مودريتور باند يا اولاد، دي اسمها مودريتور باند. يبقى دي بابيلاري ماسل، ودي بابيلاري ماسل، ودي اسمها كوردي تنديني. اللي باللون الاسود دي الحته دي اسمها مودريتور باند. وعندي بعد كده فور فالفز نعرفها كده، بريمو احسن من تيرسو. بريمو دي البالمونري يا اولاد، هنا دي البالمونري احسن، دي الاورتك، شايفينهم الشكل بتاعهم مختلف خالص. لو 3 كاسبس موجودين، دي اسمها بالمونري ودي اورتك من اللي هو المايترال. يبقى بريمو احسن من تيرسو اللي هو الرابع اللي هو الترايكاسبت، ده الترايكاسبت اللي وحدي خالص يا اولاد. يبقى بريمو احسن من تيرسو. بريمو اللي هو ده اسمه البالمونري، اللي ورا ده يا ولاد اسمه اورتيك، ده احسن من ده المايترال، وده اخر واحد اسمه ترايكاسبيد. يبقى ده هنا ده اللي هو اللي هو الفنتريكل، والسبتم اللي موجود ده اسمه انتر فنتريكولار سبتم. يبقى ده اول حاجه عايزين نعرفها في الريفيجن بتاع البي سي ار. تعالوا بعد كده نبص على الارتريز. زي ما انتم شايفين ادي الهارت يا اولاد، الثري فيسلز اللي احنا لسه حالا قايلينهم، ده اسمه السوبيريور فينا كافا، ده اسمه الاسندنج اورتا، وفي الحته دي اسمه ارش اوف اورتا، ده اسمه بالمونري ترانك. السوبيريور فينا كافا معمول باتحاد تو فينز اسمهم رايت وليفت بريكيوسيفاليك، ده رايت بريكيوسيفاليك القصير والمايل ده اسمه ليفت بريكيوسيفاليك. كل واحد فيه معمول باتحاد تو فين، ده اسمه ساب كليفيان وانترنال جاجلر. يبقى ساب كليفيان وانترنال جاجلر عملوا بريكيوسيفاليك،
ساب كليفيان وانترنال جاجلر، سوري انترنال جاجلر وساب كليفيان عملوا بريكيسفالك، ده راي بريكيسفالك وليفت بريكيسفالك عملوا مع بعضهم السوبيريور بينا كاب. يبقى ده السوبيريور بينا كاب يا اولاد معمول باتحاد التو بريكيسفالك اللي كل واحد معمول باتحاد الانترنال جاجلر وساب كليفيان فين. الارتر ده اسمه اسندنج اورتا، ده بيدي كورونريز. الارشف اورتا بيدي 3 برانشز، ده اسمه بريكيسفالك ارتري. ده الليفت كومن كاروتيد يا اولاد وده اسمه الليفت سب كليفيان. يبقى ده بريكيسفالك ارتري، ده الليفت كومن كاروتيد، ده الليفت سب كليفيان. والبريكيسفالك رجع انقسم لاثنين، ده اسمه رايت كومن كاروتيد ورايت سب كليفيان ارتري. يبقى البريكيسفالك انقسم لرايت كومن كاروتيد ورايت سب كليفيان ارتري. لو احنا ابتدينا طلعنا لغايه الابر بوردر بتاع الثايرويد كارتليج شايفين اهو، لو احنا زودنا سنه هنلاقي هنا اهو الارتري انقسم لتو برانشز، ده اسمه انترنال كاروتيد ارتري واللي بيدي برانشز اسمه اكسترنال كاروتيد. يبقى كل ده يا اولاد اسمه كومن كاروتيد ارتري لغايه الابر بوردر اوف ثايرويد كارتليج، انقسم لتو برانشين اهو، الانترنال ماشي مع الانترنال، يعني الانترنال كاروتيد ماشي مع الانترنال جاجر، واللي بيدي برانشز ده اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. ينزل شويه كده الارشف اورطه التكمله بتاعته يقول لي يبقى اسمها ايه؟ اسمها ديسندنج اورطه، يبقى ده اسمه ديسندنج اورطه اهو. ننزل شويه شويه اهو يا اولاد عند الاورتيك اوبنينج اوف ذا فريم ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه ابدومينال اورطه. عند اللور بوردر بتاع ال 4 انقسم لتو كومن الياك ارتري. عند الليفل بتاع اللامبو ساكرال جوين انقسم لاكسترنال كاروتيد ارتري، واللي بيدخل جوه ده يا ولاد اسمه انترنال كاروتيد ارتري. يبقى تاني ده كان اسمه ارشف اورتا، كمل بقى اسمه ديسندنج اورتا. عند الاورتيك اوبننج بقى اسمه ابدومينال اورتا، انقسم لاثنين كومن الياك ارتريز، انقسم لاكسترنال الياك ارتري، واللي هيدخل ده يا ولاد اسمه انترنال الياك ارتري. الفينز بقى لو جمعت الكومن اليك فين بيجمعوا مع بعضهم بيعملوا الاي في سي الانفيرو فينا كافا، لكن اللي موجود فوق ده الاس في سي اللي هو السوبيريور فينا كافا. مفهوم هذا الكلام يا اولاد؟ ده اللي موجود عندنا ده السبلين، وهنشوف دلوقتي الحاجات بتاعت اللي هو الريسبيراتوري سيستم. نبتدي يا اولاد اهو اول حاجه خالص السبلين، بصوا كده تحطوه في ايديكم الشمال، خدوا بالكم الشمال ليه؟ لانه موجود اون ذا ليفت سايد. السيرفيس الناعم احطه كويس في البالم اوف ذا هاند، والبوردر الرفيع احطه ناحيه الثامب. شوفوا الشروط دي لازم تحطوها عشان تمسكوه صح. السموث سيرفيس ده احطه في البالم اوف ذا هاند، والبوردر اللي هو الشارب احطه ناحيه الثامب. يبقى كده انا ماسكه صح. ده الهايلم، ممكن يجي لنا الهايلم ويقول الحاجات اللي بيعدي فيه ايه، بالمونري ارتري وفين اند سو اون. فوق الهايلم يبقى جاستريك امبريشن، تحت الهايلم رينال امبريشن، يبقى جاستريك فوق الهايلم رينال كويس تحت الهايلم. ونعلم على الحته الموجوده الانتيريور خالص قدام دي بتاعت الكوليك فليكشر، ليفت كوليك فليكشر. يبقى عندنا جاستريك ورينال ليفت كوليك فليكشر. في بنكرياتك بس ما بنجيبهاش في الامتحان يا اولاد. يبقى عندنا جاستريك فوق الهايلم ورينال تحت الهايلم، عند الانتيريور اند اوف ذا هايلم ده التيلو بنكرياس ما بنجيبوش، والموست انتيرير اند اللي هو الليفت كوليك فلكشر. يبقى ده اسمه الاسبرين، جاستريك ورينال وكوليك وهايلم، يبقى دي الحاجات اللي بتيجي في الاسبرين. عندنا بعد كده في سيكشن يا اولاد اسمه ساجيتال سيكشن. الساجيتال سيكشن اللي احنا بنجيبه دي النيزل كافيتي اهو، دي الحته بتاعت اللي هو الاتريوم اللي هو المدخل، ده اللي اسمه الفيستيبيولو بالاتريوم. عندنا 3 كونكي دي يهمنا ان احنا نجيبهم، سوبر كونكا ميدل كونكا انفير كونكا. تحت كل كونكا في ميتاس، سوبر ميتاس وميدل ميتاس وانفير ميتاس. وفوق السوبر كونكا في ريسيس اسمه سفينو اثمويدا ريسيس. يبقى عندنا 3 كونكي يا اولاد، سوبر وميدل وانفير كونكي. وتحت كل كونكا في ميتاس، سوبر وميدل وانفير ميتاس. وفي ريسس موجود فوق اسمه سفينو اثمويدا ريسس، ده نزل كافيتي اهو. لو جيت حذفت ورا كده دخلت النيزو فارنكس، الاقي الاوبننج دي اسمها الاوبننج بتاعت الاستيكيان تيوب، يبقى دي الاوبننج يا اولاد بتاعت ايه؟ بتاعت الاستيكيان تيوب. وبعدين الاقي في عندي 3 تونسلز عاملين حاجه اسمها والداي رينج، دي موجوده في الفارنكس فارنجيال تونسل، دي موجوده جنب التنج لينجوال تونسل، دي موجودة جنب البلد بالاتاين تونسل،
اول واحده اسمها فارنجيال تونسل او ادينويد، تاني واحده اسمها لينجوال تونسل، تالت واحده اسمها بالاتاين تونسل او الناس يعرفوها كلمه تونسل وخلاص. يبقى دي اسمها فارنجيال تونسل، ودي اسمها لينجوال تونسل، ودي اسمها بالاتاين تونسل. لو نزلنا بعد كده ده اولاد ده اللارينكس اهو، ده اللارينكس وده الاوسوفيجاس. يهمني في اللارينكس الكورد ده اسمه فوكال كورد، ودي الساينس، والكورد اللي موجود فوق ده اسمه فيستيبيولار كورد، فيستيبيولار فوكال كورد بينهم الساينس بتاعت اللارينكس. عندنا بعد كده نبص على مكان بتاع اللارينكس، نعرف الكارتليج الاساسيه يا اولاد دي اسمها كريكويد كارتليج، ودي اسمها ثايرويد كارتليج، ودي اسمه ابي جلوتس، والرابعه والاخرانيه الاساسيه اسمها اريتينويد، دي اسمها يا اولاد اريتينويد. يبقى عندنا اربع اساسيين موجودين، يبقى دي اسمها ثايرويد، دي اسمها كريكويد، بقيه الكريكويد تظهر ورا. ابي جلوتس اريتينويد. اهم حاجة نركز عليها شوية عضلات سهلة ان شاء الله. العضلة دي بين الكريكويد والثايرويد اسمها كريكو ثايرويد ماسل، كريكو ثايرويد، ودي العضلة الوحيدة اللي سبلاي بالاكسترنال لارنجيال نيرف. لو جينا يا اولاد كده نبص العضلة دي تظهر في الامتحان وممكن نجيبها، اسمها بوستيريور كريكو اريتينويد. في اللاترال موجودة على الجناب، اصعب شويه ان احنا نجيبها اللاترال يا اولاد، دي اهي، لكن البوستيرور اسهل بالنسبه لنا، اسمها بوستيرور كريكو اريتينويد. زي ما انتم شايفين دول الفوكال كورد يا اولاد، العضله اللي جنب الفوكال كورد اسمها فوكاليس. اما اللي موجودين هنا عضلتين اسمهم ترانسفيرز اريتينويد واوبليك اريتينويد، اللي هي هنا الكتله دي كلها على بعضها. يبقى باختصار العضله دي اسمها ايه؟ بوستيرور كريكو اريتينويد. ليس كومن ان احنا نجيب العضله دي اسمها لاترال كريكو اريتينويد. العضله اللي جنب الفوكال كورد اسمها ايه؟ فوكاليس. العضله دي هم عضلتين صراحه، واحده ماشيه بالعرض والثانيه فوقيها عامله زي الاكس اللي متلونه بالالوان دول. اللي متلونه اسمها اوبليك اريتينويد، واللي ماشيه بالعرض اسمها ترانسفيرز اريتينويد. عندنا بعد كده اللانج يمين وشمال. بصوا يا اولاد كده ادي اللانج يمين وشمال اهو. امسكهم صح كل حاجه تبقى ماشيه صح. امسكهم صح ازاي؟ البوردر التخين ده خليه كويس في اللي هو البالم بتاعي، الستيك بوردر ده، والايبكس اخليه اللي قدام. شايفين يا اولاد الفينجرز بتاعتي تيجي على اللاترال سيرفس او الكوستال سيرفس، والثامب بيجي على الميجر سيرفس كده، يبقى انا ماسكها صح. بصوا لو انا علشان اعمل الكلام ده بالايد الثانيه مش هتنفع، وعلشان اعملها كده الايبكس هيبقى موجود لتحت. يبقى انا عندي هنا اهو شايفين الايبكس لفوق، الفينجرز موجود على الكوستال سيرفيس، الثامب على الميديال سيرفيس، انا ماسكها صح. دي الليفت لانج زي ما انتم شايفين فيها 1 فيشر 2 لوبس، ال 1 فيشر ده اسمه اوبليك فيشر، وال 2 لوبس اسمهم ابر ولور لوب، والحته البارزه دي ممكن تيجي في الامتحان اسمها لينجولا. يبقى ابر ولور لوب ودي اسمها لينجولا، والفيشر ده يا اولاد اسمه ايه؟ اوبليك فيشر. دي رايت لانج زي ما انتم شايفين اديني ماسكها بكل ثقه اهي اهي. فالرايت لانج الاقي في عندي تو فيشر، اوبليك وهورزنتال فيشر، وثري لوب ابر وميدل ولور لوب. يبقى عندي هنا الليفت لانج فيها تو لوبس ابر ولور اوبليك فيشر، والحته البارزه دي اسمها لينجولا. لو انا جاي ببص هنا يا اولاد ده اسمه الهايلم. الحاجات اللي موجوده على الهايلم لازم اعرفها. الموست انتيرير والموست انفيرير اسمهم ابر ولور بالمونري فين، سوبيريور وانفيرير بالمونري فين، واللي موجوده لورا دي باين عليها حتى، هي دي البرونكس. وحذر فذر اللي فاضل اسمه ايه؟ بالمونري ارتري. يبقى عندي ابر ولور بالمونري فين، برونكس، بالمونري ارتري. الليفت لانج يا اولاد ايه اللي موجود عندي؟ ده اسمه كارديك امبريشن بتاع الليفت فنتركل، ارش اوف اورتا، ديسيندنج اورتا، كله لون ازرق. يبقى عندنا في الليفت لانج الامبريشن الفظيع ده اسمه كارديك امبريشن بتاع الليفت فنتركل، فوق الهايلم ارش اوف اورتا، ورا الهايلم ديسيندنج اورتا. يبقى عندي ابر ولور بالمونري فين، الموست بوستيرير برونكس، اللي فاضل عندي بالمونري ارتري، كارديك امبريشن بتاع الليفت فنتركل، ارش اوف اورتا، ديسيندنج اورتا.
تعالوا نبص على رايت لانج. ادي رايت لانج يا اولاد. الاقي بردك نفس الكلام، الموست انتيرير والموست انفيرير ابر واللور بالموناري فين. دي برونكس يا اولاد مقسومه لجزئين، اب وهيب ارتيريال برونكس. اب وهيب يعني ايه؟ يعني بينهم الارتري موجود، الارتري ساندويتش بتوين التو برونكاي. اب ارتيريال برونكس، هيب ارتيريال برونكس، بينهم بالمونري ارتري. ما حدش يسالني ايه ده، ده برانش من البالمونري ارتري يا اولاد، ما تتلخبطش فيه وما بنجيبوش في الامتحانات. يبقى عندي نفس الشيء ابر ولور بالمونري فين، البرونكس من كرم ربنا ان هما الاثنين مع بعضهم اهو. كويس، ادي التو برونكاي فوق الارتري وتحت الارتري بينهم البالمونري ارتري. هنا كاردياك امبريشن بس بتاع رايت اتريوم. فوق ارش اوف ازايجاس. ورا يبقى نعلم على الازايجاس شخصيا. يبقى عندنا كاردياك امبريشن بتاع الليفت بتاع رايت اتريوم. ارش اوف ازايجاس ازايجاس. يبقى لون ازرق كله. يبقى كاردياك امبريشن بتاع رايت اتريوم. ارش اوف ازايجاس ازايجاس. ابر ولور بالمونري فين. البرونكاي اب وهب بينهم ارتري اسمه بالمونري ارتري. اي هوب يا اولاد ان احنا نكون استوعبنا الكلام ده. الى اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.